احتفل صناع فيلم بث مباشر بقرب انتهاء تصوير الفيلم. الفيلم تجربة شبابية وبيقوم ببطولتها الفنان سامح حسين وسامية الطرابلسي ومحسن منصور وعدد كبير من النجوم. الفيلم من انتاج الفنان احمد بجة في اول تجاربه الانتاجية. الفيلم من نوعية الافلام الكوميدية الشبابية. الفيلم حاجة و30 شخصية يعني ما بين الشباب وما بين الجراندات وما بين الخبرة وما بين اللي هم اول فرصة ليهم، لان الفيلم احداثه في ليله، احداث متتاليه، اللي بنشوفه ما نشوفوش تاني، فاحداث شيقه. انا تقريبا اخر واحد جه في الفيلم يعني، كان اوريدي الناس متسكنه ومخرج فاهم وواعي هو بيعمل ايه، فركزت في الدور بتاعي. بس كنت عامل السنه اللي فاتت عسل ابيض، ويعني انا ليا كل سنه فيلم. الموضوع بتاع الفيلم ده شديدني جدا، ابتداء من هو كل احداثه بتدور في ليله واحده، ففكرني بليله ساخنه بتاع الاستاذ نور الشريف الله يرحمه، الاستاذ عاطف الطيب. احداثه كلها فيها كوميديا، اسقاطات على الواقع، فيها كوميديا موقف تقريبا انا ما عملتهاش في السينما قبل كده، كوميديا سودة ما عملتهاش في السينما قبل كده. يعني وانت بتتفرجي على الفيلم هتضحكي وهتبكي في نفس الوقت على الوضع بتاع البطل اللي هو فيه، يعني ايجابي، في امل، احنا بندي جرعه امل رائعه في للجمهور وللشباب. ده كله عناصر وكم الممثلين اللي موجودين في الفيلم، ده كلها عناصر خلتني ابقى متحمس جدا ان انا اشتغل في الفيلم. الوسط المائيه الاولى دي حاجه مختلفه جدا، يعني انا في افيه طول الفيلم بقوله لهم انا سبت الاعلانات والكليبات ليه يا جماعه، انا اللي عملته في نفسي ده. بقى بال 20 ساعه تصوير، 21 ساعه تصوير، وتروح تنام 5 ساعات وترجع تشتغل تاني تصور، حاجه كده متعبه جدا. بص التجربه حلوه، شكلها كوميدي جدا، شكلها حلو، في حاجه في ورق شكله حلو فبيخليك تذاكر كتير قوي، احنا ذاكرنا كتير قوي كتير قوي يعني، قعدنا نشتغل على الورق شهرين لغايه ما وصلنا لحاجه شكلها حلو. وبعدين يعني خد وقت التوليفه المحاصطه في الفيلم، اكيد حضرتك عارفه من الناس اللي قال لي ان في توليفه شكلها حلو يعني. احنا قعدنا كتير قوي جوه الترابيزه فبنقعد في الترابيزه، فطبعا طبعا معاكي نجم كوميديا عالي جدا زي سامح حسين يقعد يقول افيه يضحكنا جدا، فنشوف هيتوظف ولا لا. واحنا على الورق هو بصراحه ملتزم جدا، بروفيشنال، عارف ان انت على الورق واحنا قاعدين بنحضر كل واحد يقول اللي عايزه. في التصوير خلاص احنا اتفقنا على حاجه مش هنقول حاجه ثانيه، حتى لو في حاجه طلعت لا خلاص احنا اتفقنا في القعده. عملنا قعده واثنين وثلاثه وعشرة عشان نعمل احلى حاجه، احترمنا الناس جدا واحنا بنشتغل على الورق، خلي الورق ده نحترم فيه الناس بالشكل ده، خلينا نحترم العقول. عملنا فيلم عارف حضرتك تتفرج على حاجه سسبنس جدا في نفس الوقت تضحكي جدا، فحاجه شكلها حلو جدا. مش كوميديا سودا، هي كوميديا وبنناقش قضيه، بس مش اللي هو بقى بنشوف مشاكلنا ونضحك عليه، لا يعني مش بالشكل ده، مش كوميديا سودا صريحه يعني، هي كوميديا بنناقش قضيه مهمه جدا زي قضيه الفساد، قضيه مهمه جدا 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 بشكل حلو، بشكل كوميدي. عارف الافلام القديمه اللي حضرتك كنت تحب تتفرج عليها وانت صغيره كده، تشوفي حاجات شكلها حلو وفي نفس الوقت فيه هدف في الموضوع، هو حاجه زي كده، فيلم شيك قوي فيه هدف منه حلو قوي. ولسه مكملين كلامنا عن فيلم بث مباشر بطوله الفنان سامح حسين. الفيلم بيركز على قضايا فساد واقعيه، وبالرغم ان فيلم بث مباشر من الافلام الكوميديه الا انه بيحاول يلاقي حل في نهايه احداث الفيلم. من ناحيه ثانيه بيشارك في بطولته الفنان محسن منصور واللي بيقدم دور موجه لغه عربيه. كمان بيشارك في بطوله الفيلم مجموعه من الشباب اللي حققوا نجاح في المسرح، منهم ياسر التوبكي وايمن منصور واحمد بشاي. تعالوا مع بعض نلتقي بيهم ونشوف هيقولوا لنا ايه. دور يعني فكره انك انت تشوفي حاجه تستفزك، لانه ممكن تلاقي حاجه على مستوى البطوله لكن عاديه، شكل تقليدي ما فيهاش اي حاجه خالص، دور نمطي تقليدي تبذلي فيه مجهود برضه، وبرضه مهم انه تبقى المساله مختلفه. انا بحب العب في منطقه اللي هو مش يعني مش بحب اكرر، يعني فكره انه لما تجي لك حاجه تقولي اوكي لا ده مختلف. انا بعمل بث مباشر الورق لتأليف طارق رمضان، ودي أول تجربة تأليف لي على مستوى السينما. الإخراج لمرقص عادل، وأول تجربة إخراج لي. الإنتاج مراد مجدي وريمون وأحمد بيجة.
فالمجموعه جديده، لازم اعمل كده وانا مستمتع بدوت، لانه لازم يبقى في مخرجون جداد، ولازم نستعين بالمخرجين القدام يبقوا موجودين، ولازم يبقى في كتاب جداد، ولازم لازم المساله دي، لان هي نوع من التواصل، وان احنا مش فكره كلام بنقوله، لا فكره حقيقه، الورق جديد، الانتاج جديد، الاخراج جديد، وده كله عامل لي نوع من الحماس ان احنا نشتغل مع بعض ونطلع، مخرج عامل شغل كويس قوي قوي. سابقنا على مستوى الدماغ وعلى مستوى الكوميديا وعلى مستوى لا مذاكر الفيلم كويس قوي ومذاكر الموضوع، انتاج ما بخلش على الموضوع، عامل تجربه الورق كويس، فكرته حلوه قوي. البطوله سامح حسين وانا وسامي الطرابلسي، دول ثلاث اشخاص هي بتنصب عليها وهو بيتفصل من الخدمه، وانا رافض الحاجات الالفاظ اللي في الشوارع. انا موجه لغه عربيه، اسمه موجه لغه عربيه الاستاذ عبد العزيز، موجه اول لغه عربيه، فلافظ رافض الالفاظ، رافض الزباله، رافض المرور، رافض الحاجات الغلط كلها اللي موجوده. ماذا يحدث بقى لو الثلاثه دول التقوا وبيدوروا على الراجل اللي نصب عليهم؟ فكل مره بنتنكر في اكتر من شخصيه، ست سبع شخصيات كلنا، فده مرعب. الضابط لو اتنكر يبقى عامل ازاي وهو داخل، والموجه ده بقى يعمل ايه، والبنت؟ فانا عامل كام شخصيه كده دمها خفيف، انا مبسوط بيها والله. هو الفيلم دوت يعني من الافلام اللي انت لما تقريها لازم تعجبي بيها، يعني انا يا اما بمسك العمل مثلا اقراه وابعد عنه واقراه تاني وارجع له يعني ما كملوش، يا اما امسك العمل تلاقيني رحت داخل فيه على طول ومكمل قرايه وبتاع. ده من الشغل اللي عمل معايا كده. وسامح حسين بحكم ان هو عارفني كويس ان انا بشبط في الحاجات الحلوه، فقال لي بس انا عايزك تقرا الفيلم الاول، بص عليه كده وبتاع. فلما قريت الفيلم فعلا عجبني جدا جدا، وفيلم حتى يعني انا متوقع ان شاء الله ان هو من الافلام اللي تعيش، يعني لانه الناس لما تتفرج عليه، هو اولا بيناقش قضايا فساد بشكل كوميدي مسخره، في مواقف كوميديه دمها خفيف جدا، فالموضوع كله بتمشي ورا الحدوته، والحدوته بتكبر معاكي شويه بشويه، ومعموله ومغزوله بشكل بجد يعني بحي المؤلف عليه والناس اللي اشرفوا على الكتاب عليه. الشخصيه اللي انا بقدمها، بقدم شخصيه ضابط اسمه هيثم، ده اللي بيحصل من عنده السيتويشن الكوميدي الكبير اللي بيحصل معاه الفيلم بعد كده، اللي هو اللي بيتاخد منه البوكس البطل بتاعنا من البدايه، والبوكس ده اللي بيلم بقى كل الفاسدين في المجتمع في الوقت الحالي يعني. فهو الضابط دمه خفيف، ضابط شرطه مسالم جدا، وبيتحط في الموقف دوت، وهو يعني ان شاء الله باذن الله يعجبكم لانه كاركتر جديد باذن الله. اللي رشحنا للفيلم المنتج احمد بجه، والمنتج رمول لحظي، والمخرج والاستاذ سامح حسين، يعني هم اللي رشحوني في الفيلم. ان شاء الله الجديد ان انا يعني دايما متعودين ان احنا نشوف فيديوهات بتتعرض على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وناس بتطلع دايما بنشوف على السوشيال ميديا ناس بتطلع تتكلم وبتنقل حاجات لايف وحاجات كده. الجديد بقى ان يحصل ده في السينما، ان حد يطلع على السوشيال ميديا جوه السينما. في قضيه فساد يعني المفروض ان احنا بنطاردها، وده اول اعتقد او مش اول يعني من النوادر انك تلاقي انه في عمل بيناقش قضيه وبيعالجها. فان شاء الله يعني احنا بنناقش القضيه وبنعالجها.